رشيد الفقير كيمنح ضربة جزاء لحاج مصطفى. هل ستكون الخامسة أم الخامسة؟ السادسة أظن أقعد الصمد. السادسة الخمسة، سجل خمسة على خمسة. سغادي نشوفوا واش غادي يتمكن تكون نسبة النجاح ديالو 100% في ضربة الجزاء. بالفعل وهدف بالفعل. إذا الهدف ستة على ستة. إذا لحظات وتنتهي غد المواجهة 20-23، نعيش التواني الأخيرة. وهدف وهدف الرابع كفارق. إذا العد العكسي لنهاية هذه المباراة. تسرعوا الحكم كيطلب من الكرة من الخطأ يتلعب بالمكان ديالو بالفعل، وبالتالي تنتهي هذه المواجهة. الأخ سعيد فوز مستحق مستحق لفريق حسنيه الكرسيد، كذلك فريق اتحاد طنجة قدم قدم مباراة جيدة، لكن التجربة قالت كلمتها. وفي هذه اللحظات تنتهي هذه الرسمية للمباراة بفوز فريق حسنيه الكرسيد الذي يستمر في الصدارة، فوز برصيد الجولة الثانية عشرة. الأخ سعيد ريان نشكرك على مرافقتك للتحليل في هذه المباراة، ونتمنى أن نلقاك في فرصة قادمة. مرحبا سي عبد الصمد، وتهاني للفريق الفائز وحظ موفق لفريق نهضة طنجة في المباريات القادمة إن شاء الله، وشكرا. إذا أشكر كل الزملاء الذين أمنوا لكم النقل المباشر هنا، زملاء من وحدة القناة الرياضية كل باسمه، كل المصورين اجتياز واحنا كل الإخوان كل الإخوان كل الإخوان إن خانتني أن أتذكر كل باسمي، فأشكر كل من كان معنا هنا من قاعدتنا بمدينة طنجة. كان معكم عبد الصمد والشيبة، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.